والكلمة الآن للسيد عبد الناصر قيوس، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار سيره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. السيد رئيس المجلس، السيد الوزير الأول، السادة الوزراء، السادة والسيدات النواب، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أتوجه بالتحية الخالصة لمواطني ومواطنات ولاية جيجل بصفتي نائبا عن جبهة العدالة والتنمية. سيدي الرئيس والسيد الوزير الأول والسيد وزير الأشغال العمومية، بالنسبة للشق المحلي والذي يتمثل في انشغالات المواطنين على مستوى ولاية جيجل، أقول إن ولاية جيجل ولاية جميلة والكل يعرفها وكل الولايات تزورها، ولكن أقول وأؤكد أنها ولاية معزولة، فالطرق الوطنية تحتاج إلى دفع في وتيرة الإشغال، وأنتم تعرفون جيدا أن الطريق الوطني 43 على بر الكورنيش بين جيجل وبجاية معطل ولم تنتهي به الأشغال، والمدة زادت حوالي 3 سنوات. كذلك الطريق الوطني 77 خاصة جزء المتصل بالولايات المجاورة، وكذلك المنفذ من ميناء جنجن إلى الطريق السيار. جيجل لا تستفيد من الرسوم الجمركية للسيارات المستوردة عبر ميناء جنجن، وهذا شيء غريب، يعني أن الولاية تنزل بها في علمي حوالي أكثر من 300,000 سيارة سنويا، ولكن جيجل لا تستفيد من الرسوم الجمركية، السيارة تحول إلى العاصمة ويتم جمركتها هناك. جيجل تحتاج إلى تجديد شبكات المياه الصالحة للشرب، كذلك إلى تنمية ريفية، فبلدية الولاية بلديات معزولة تنقصها الكهرباء، تنقصها المرافق الصحية وغير ذلك. مشكل السكن في تزايد مستمر يتطلب كذلك التخفيف، وذلك بإنجاز مشاريع جديدة وتوزيع السكنات الجاهزة. بالنسبة للمطاعم المدرسية يجب أن تعمم لتشمل جميع المدارس خاصة النائية، وأنتم تعرفون أنها ولاية باردة شتاء ويجب أن تقدم وجبات ساخنة، وشكرا. شكرا سيد عبد الناصر.